لا أدرى نبغي لها وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في سيشن جديد مع الهايبرنت والجافا سيرفر فيسز. هنتعلم ازاي نعمل سيرش على داتا خاصة بكاستمر من خلال اول حرف من الفيرست نيم. عملنا ده ازاي؟ بدأنا نكريت صفحة جافا سيرفر فيسز عادية، عملنا فيها هيدر وعملنا فيها انبوت تكست. الانبوت تكست ده هياخد اول حرف من الكاستمر من خلال الستر. جوه الانبوت تكست ده عملنا اجكس. الغرض من الاجكس ان اول ما يكتب الحرف على الكيبورد يعمل ريندر لاوتبوت تكست. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو هيكتب الحرف الاول تظهر الداتا هنا على طول في الاوتبوت تكست. الاوتبوت تكست دي عباره عن ايه؟ عن جيتر، يعني كاستمر اي دي وفيرست نيم ولاست نيم وايميل، دي جيتر مش الستر. عرفت منين انهم جيتر؟ اوتبوت تكست. لو هي انبوت تكست تبقى ستر على طول. تمام. الكلام ده هيحصل ازاي؟ هيحصل من خلال ميثود، هي اللي بتعمل لي بتجيب لي الداتا من الداتابيز وتروح حطاها هنا في الجيتر، وانا اخدها في الجيتر من خلال ايه؟ الاوتبوت تكست. طيب هنشوف الميثود الخاصه بالفول انف. تمام، بتعمل الكلام ده ازاي؟ وقبل ما ننسى طبعا حطينا الريندر على الاي دي الخاص بالاوتبوت تكست. هروح للميثود اللي هي فول انف. الفول انف دي عملنا جواها اوبجكت من كلاس تانية. الكلاس دي فيها ميثود اسمها جيت اول كاستمرز. الميثود دي بنديها اول حرف من الفيرست نيم. تمام، بتريتيرن ليا ليست. يبقى انا بديها الفيرست نيم اللي بقى موجود فيه اول حرف، هتريتيرن ليا ليست. الليست دي هعمل عليها فور لوب، هبدا افك الداتا، وهي دي الداتا اللي بتظهر لي في الاوتبوت تكست. طيب الميثود اللي اسمها جيت اول كاستمرز، عايزين نشوف هي بتعمل شغلها ازاي. الميثود دي بتاخد سترينج عباره عن الحرف وبتريتيرن ليا ليست، كريت اري ليست من تايب الخاص بيها كاستمر، وبدات اعمل كريتيريا. الكريتيريا دي من خلال السيشن اديتها اسم الانتيتي. الكريتيريا بدات من خلالها احط الريستريكشنز الخاص بيا، بقول له في الكولم اللي اسمه فيرست نيم شوف لي الحرف اللي اداهولي الكاستمر في بدايه الاسم، مش في النهايه ولا في اي مكان. الكلام ده هيرترن ليا ايه؟ هيرترن ليا ليست عباره عن الداتا الخاصه بالكاستمر. هاخد الليست دي وهي اللي عملت عليها الفور لوب. لو عملنا رن للصفحة دي الرن الخاص بيها جاب لي الفورم، والفورم عبارة عن اوتبوت تكست وانبوت واحدة. الانبوت دي اللي هنكتب فيها اول حرف، هنكتب جاب لي الداتا الخاصة بعهود. لو كتبنا الحرف ده كابيتال جاب لي الداتا برضو. طب لو كتبنا ايه غير الاسم وجاب لي الداتا الخاصة بعادل. لو كتبنا كابيتال جاب لي الداتا برضو. لو كتبنا اس هيجيب لي سارة والداتا الخاصة بيها، ولو كتبناها كابيتال برضو نفس الكلام. يبقى بكده انا قدرت اعمل سيرش من خلال الجافا سيرفر فيسز والهايبرنات، ان انا بضغط بس على الكيبورد تظهر لي الداتا في اوت بوت تكست من خلال الميثود الخاصه بالسيلكت. بتمنى تكون الامور سهله، ما تعبناش كتير. عملنا سيرش، السيرش فيه انبوت واوت بوت تكست. تمام، عملنا ميثود. الميثود دي بتاخد من اليوزر الفيرست نيم، تعمل عليها سيرش من خلال الكريتيريا وفق المواصفات محدده، بتريتيرن ليا ليست. الليست دي بدات افكها من خلال الفور لوب وبعتها للسيرش. في السيرش بيبدا يبص في اول حرف بس سواء كابيتال او سمول جوه الداتابيز، يشوف اول حرف ايه ويجيب الداتا الخاصه بيه، يجيب كل الداتا، الايميل والكاستمر اي دي واللاست نيم. بتمنى تكونوا استفدتوا، بتمنى تكون سيشن سهله.
اقابلكم على الجروب ان شاء الله، اتقابل معاكم مع اخر سيشن خاصة بالهايبرنات والديليت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.